بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لرعاية شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية حفلا ومعرضا بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات على المستوى الدولي في مجال دعم حقوق ذوي الإعاقة، ما جعلها في مصاف الدول الرائدة في تلبية حقوق هذه الفئة، مشيرا في هذا السياق إلى الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأعوام الخمس المقبلة. وأوضح بأن احتفاء المملكة كل عام في 3 ديسمبر باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في إطار الحرص الرسمي والمجتمعي على أن يشكل هذا الحدث مناسبة سنوية لتسليط الضوء على أولويات ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم وتذليل التحديات التي يواجهونها. وقال سعادة وزير التنمية الاجتماعية إن الوزارة تحرص على ترسيخ التنسيق مع مختلف القطاعات ذات العلاقة لتنفيذ حزمة من الخدمات والبرامج المختلفة بهدف التوسع في نطاق الخدمات التأهيلية المقدمة لهذه الفئة. تنظيم الفعالية اليوم هي تعكس التجربة الرائدة اللي بلغتها مملكة البحرين في دعم ذوي الإعاقة، وكذلك حرص وزارة التنمية الاجتماعية بأن تشارك المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي ذوي الإعاقة واللي يصادف 3 ديسمبر من كل عام، إلى جانب تعزيز الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الأهلية والخاصة للارتقاء بالعمل الإنساني والاجتماعي من أجل تمكينهم ودعمهم في المجتمع، علاوة على زيادة الوعي المجتمعي لحقوق هذه الفئة. نظمت وزارة التنمية الاجتماعية احتفالاً للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وأعدت الوزارة احتفال للأشخاص ذوي الإعاقة في مجمع السيف بمشاركة مجموعة من الشركات والمؤسسات الداعمين لذوي الإعاقة وتسليط الضوء على إمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين وإنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين، وتم تكريم الشركات والمؤسسات الداعمة لهذه وتفعيل الاستراتيجية الأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.